غالبا الناس ولا المنتجين ولا المخرجين اول كلمه بيقولوها بالتلفزيون ايه ما بيشتغل تلفزيون. ايه فعلا ما بيشتغل تلفزيون. انت حاطط فيتو على التلفزيون؟ مش حاطط فيتو ولا على نوع التلفزيون ولا على ناس محددين؟ بدنا نفهم شو. لا تقلك شغله، تلفزيون لشو؟ واحد بيعمله مشان يمثل، هيدا عم بحكي بالحد الادنى من النيه الصافيه، مشان يمكن يعمل مصاري حقه. لانه هيدي شغلته وسيله عيش وتيعمل شهر. انا الحمد لله ثلاثتهم عم باخذهم من المسرح، ان كان التمثيل يلي هو ارقى انواع التمثيل على المسرح، كسب المال من المسرح والشهره من المسرح احلى انواع الشهره، لانه زبده الشهر، لانه قلنا تلفزيون بلا ذاكره. فلانه بيجي لعندك على المسرح عن جد جاي لعندك بكلمه بالكلمه من معنى. فانا سعيد يعني 80 90 الف مشاهد بكل موسم. يعني المسرح كافيني. هلا مش معناتها انه حاطط فيتو على التلفزيون، اذا بيجي عمل مكتوب حلو مع مخرج بنحط ايدينا بمي بارد مع ممثلين رائعين ورائعات مثلك انا حاضر. اكيد يعني في امل. اكيد في امل اكيد.